الطحالب الحمراء هي نوع من أنواع الطحالب، وقد سميت بالحمراء لاحتوائها على صبغات الحمراء في غصرين. خصائص تكاثر الطحالب الحمراء: تعتبر دورة حياة الطحالب الحمراء من أصعب وأعقد دورات الحياة في الطبيعة وأكثرها اختلافا، كما تتميز جميع أنواع بافتراقها إلى خلايا تكاثرية مهدية أو مسقوطة. طريقة تكاثر الطحالب الحمراء وهي ثلاثة أنواع: التكاثر الجنسي واللا جنسي والإخصاب. الجنسي والذي يحدث بفعل تزاوج البيض لتكوين أعضاء تذكيرية التي تحتوي على جماية تذكيرية واحدة غير ثابتة غير متحركة. التكاثر اللاجنسي يتم بطريقة مختلفة، منها تكوين الجراثيم الرباعي والتي تنتج بفعل انقسام نواة الخلايا الكبيرة على حجم انقساما اختزاليا ينتج عنه تكوين كيس جرثومي وتسمى بالجراثيم الأربعة. الإخصاب حيث تحمل التيارات المائية الجمايطات الذكرية التي تلتصق بالشعيرات المنسة عند وصولها إليها. مكان وجود الطحالب الحمراء: توجد الطحالب الحمراء بكثرة في المياه البحرية العذبة في المناطق الاستوائية المعتدلة، كما تنمو بشكل متواصل على الصخور أو على النباتات البحرية الموجودة في المياه العميقة والهادئة تحت مناطق المد والجزر.